وصلى الله على حبيبنا محمد. الموت راه حنا كنديروا الان واحد ان شاء الله تعالى السلسله. السلسله يوم الدرس فيها 11 نتاع القبر اول منازل الاخره، مازال ما كملناها ان شاء الله، باقي لنا واحد الدرس ولا زوج ان شاء الله فيه نكملوه. احنا في القبر اول منازل الاخره. فتحدثنا في الدرس العاشر عن الاسباب التي تؤدي الى عذاب القبر، فكل ذنب الا وله عذاب يلائمه. فتحدثنا عن عذاب الكفر والنفاق وعذاب الغيبة وعذاب النميمة وعذاب أكلة الربا وعذاب أكلة أموال اليتامى وعذاب الغالين أي السراق. وهكذا حاولنا استقصاء كثير من الذنوب وعرضنا ما يلائمها من عذاب في القبر. اليوم إن شاء الله مع الدرس 11 نقولوا إذن إذا علمنا ذلك، واسمه هو المقصود نتاعنا من هذه السلسلة كاملة، واسمه هي الدرس نتاع اليوم، واسمه هو المقصود كيف نتجنب عذاب القبر وكيف نرحل إلى تحت الأرض إلى دار كنا نبنيها بأعمالنا فنجدها روضة من رياض الجنة وليست حفرة من حفر النار. كي نديرو اش خصنا نديرو ان شاء الله باش ان شاء الله هذاك القبر منين نروحو ونديرو فوقنا 60 طن تاع التراب، وراكو تشوفو منين تدفنو خوتنا كيف نجعلهم تحت الثرى ونتركهم وحيدين يواجهون اعمالهم، فلا وسادة ولا فراش ولا شفيع ولا حميم ولا حبيب ولا ولد ولا والد، وحدك واحد ويوم من جعل نهار ولا ليلة. ويا ربي على ليلة يا ربي إلا تغاطس نفسك وتكبرت وما بغيتش تصلح مع خالتك وما بغيتش تصلح مع أخوك ونفسك كبرت، فذكرها أنها تراب سيؤول إلى التراب، أنت تراب يمشي على التراب، وكل ما على التراب تراب. واش تراب يكبر لك؟ واش خلات النفخه ديال ابليس؟ خلات النفخه تاع ابليس الى نفسك غلباتك وما بغاش تنوض الصلاه منين تسمع الصلاه خير من مع الفجر. كل شيء واحد الوقيته اللي تتمني تقولي ربي ردني غير دقيقه لعل وعسى اركع لله ركعه او اذكر الله ذكرا واحدا لما يرى من قيمه الاعمال الصالحه حين يحال بينها وبينه، حتى اذا جاء احدكم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا إله إلا الله. الله الله ما أحلى كلام ربي. ردني يا ربي لعلي أعمل الصالح. القبر القبر كي نديرو؟ يلا كي نديرو نسلكو منه ويكون جنة بالنسبة لنا. كي نديرو؟ أولا نبديو واحد زوج ثلاثة أربعة ونكملو إن شاء الله. أولا واسمو نديرو إن شاء الله الحاجة الأولى اللي درسوني، إذا عرفت أسباب عذاب القبر فأول شيء تعمله في الدنيا ليجنبك الله عذاب القبر أن تترك كل أسباب العذاب، كل المعاصي التي ذكرناها واللي عليها عذاب القبر عليك أن تتركها وتصحها، حياتك كاملة تفوتها في تصحيح مسيرتك إلى الله. فرحم الله عبدا شغلته عيوبه عن عيوب الناس، كل ذنب عنده واحد العذاب في القبر، ولا متمتمتش بهذاك الذنب، اخشى ان اعذب في القبر على ذلك الذنب الذي لم اتب عليه ثم اصررت عليه حتى لقيت الله ولم اتب منه. ما شحال عندنا من ذنب، شحال تاع ذنوب؟ بزاف.
وانت مطلوب منك تتوب من الذنوب كلش، لان تخافي الا مت وما تبتش بشي ذنب. وخرت الصلاه على راسها، راك شفتو اللي وخر على الصلاه واسمه العذاب تاعو القبر. واسمه تكسر راسه وترضخ بالحجاره الى يوم القيامه. وراكم تشوفوا كل حاجه. فعليك إذن ان تعرف اسباب عذاب القبر، وان تعمل في حياتك جاهدا تجاهد نفسك لكي تتوب من اسباب عذاب القبر. توبوا الى الله توبه نصوح. فالتوبه إذن واسمها هي مما ينجيك من عذاب القبر. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فأول شيء يمكن أن يجنبك عذاب القبر هو أن تكون تائبا، أن تستغرق حياتك في التوبة إلى الله من الذنوب. كل نهار تدير شي ذنب تقول ربي أعطيني ثلث أيام ما نعاودش، أنا راني نكذب بزاف ندير ثلث أيام ما غاديش نكذب. العينين اللي كنشوف الحرام أعطيني ثلث أيام ندرب روحي. الربا اللي راني ناكل اعطيني غير نخلص غير هذه ما نزيدش. الرشوه اللي راني نقبض ما نعاودش ثلث ايام. السرقه اللي كنسرق في البيع والشراء انتو هكذا دير برنامج. فاول اسباب تجنب عذاب القبر ان تستغرق وقتك في التوبه الى الله من المعاصي. وباقي لك شي وقت انت باش تبقى تشوف العيوب نتاع الناس. رحم الله عبدا شغلته عيوبه عن عيوب الناس، باقي لي عاد شي ما نبقى نتبع على الاخرين، فلان دار فلان دار، وعينك انت تتبع غير الناس. مالك يا صاحبي روح تبع الاخرين، واش تبع انت الفقيه؟ راه الفقيه ما صلاش راه مشى يدير، الفقيه راه يدير. من تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته حتى يفضح ولو في عقر داره. اللي معمر بالذنوب باقي له شي ما يحظي الاخرين، خلاه ممتود ومشى يعزي في محمود. تركت نفسك تطغى فاردتك موارد الهلاك، ورحت عياذا بالله تشتغل بعيوب الناس. رجلك على رجلك في القهوه وتبقى فلان ما دارش فلان دار فلان كذا، وانت كتتبع في عباد الله. ألهذا خلقك الله ام بهذا امرك؟ ما لهذا خلقك ولا بهذا أمرك؟ خلقك لكي تعبده وأمرك أن تطيعه وأن تتوب إليه في كل لحظة. إن هذا بوحدها طلب كلام كثير، ولكن خليونا نقولها غير هكذا. هذا برنامج ديالك إن شاء الله. الموت يذكرك بهذا الشيء. وإلى الموت ما خلاتكش إن شاء الله تبارك وتتراجع صواريك وتصحح المسار ديالك، خاصة إذا كان هذاك اللي مات من أحبابك. أربع إلا راك ما من لم يتعظ بالموت فلا وعظه الله. أحبابك قدام سد ربي من بين يديك، ولم تستطع للموت دفعا، ولم تستطع إبعاد الموت عن أحب الناس إليك، يفرق غادي. واللي الله يرحم والديك ما تعرف واش نعاودو نتلاقاو ولا ما نعاودوش. ربي لقانا على غير ميعاد، نتناصحوا في الله لأننا نتحبوا في الله. ما تنعاونوا نتلاقاو ولا ما نتلاقاوش؟ توب الى الله. عد الى الله. اندم على ما فات. واقلع عن المعصية في الحال. واعزم على الا تعود للمعصية ما احياك الله. هالشروط تاع التوبة الصحيحة. فيها ثلاثة. تندم على الشيء اللي فات. يا ربي يا ربي شحال من صلاه ما صليتهاش في وقتها، يا ربي يا ربي شحال ديال الاعمال ما درتهاش. تندم. الثانيه في الوقت، تقلع في الوقت على المعصيه، لك دير شي معصيه الان انا ما دايرهاش، وفي الزمان تاع المستقبل تنوي الا تعود الى المعصيه ابدا ابدا. هذه بينك وبين سيدي ربي الذنب اللي بينكم، ولا كان الذنب اللي بينكم وبين المخلوقات كليته ولا وشيته ولا خدعته ولا هدرت فيه، يبقى الشرط الرابع بينكم وبين الخلق. واش ما هو؟ ان تبرئ ذمتك تجاه اصحاب الحقوق. ولو اسمح لي ولا فلوس تخلصوا ولا دير شي حاجه بينكم وبين ذاك السيد.
لان غدا يوم القيامه ما كاين لا درهم ولا دينار، انما هي السيئات والحسنات. فقد ياتي العبد بحسنات كثيره كما في حديث المفلس، اتدرون من المفلس؟ فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة كثيرة وصيام وصدقة، لكن ظلم هذا وغش هذا وخدع هذا وأكل مال هذا وسفك دمل هذا ونم هذا وخدع هذا، فيؤتى يوم القيامة فيوقف بين يدي الغرماء فيأخذ كل غريم من حسناته على قدر مظلمته له، فتفنى حسناته ويظل بعض الغرماء لم يأخذوا حقه، فتطرح عليه سيئاتهم على قدر مظالمهم فيطرحوا في النار. تب من الذنوب اللي بينك وبين الخلق، سرقة خونة خداع، تب. هذا الأول، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية لتجنب عذاب القبر وتحويل القبر إلى روضة من رياض الجنة، بعد أن تكون قد تركت جميع أسباب المؤدي لعذاب القبر بالتوبة، فعليك ثانيا زيد تعوضها. باش باش بس مولي واش متعوض لبقيتك؟ باش بالصالحات. دير غير الخير، دير غير الخير، ولا ما قديتش دير الخير دير الخير بلسانك، ولا ما قديتش دير الخير بلسانك ديره بقلبك، حب الخير للناس، ولا ما قدت ديرو لا بلسانك ولا بقلبك اش كدير؟ امسك عن الشر فان ذلك صدقة عليك. او يا ربي يا رب، اما تدير الخير، دير الخير باش ما عندك بالمال بالفلوس بالعلم اللي يعطيك سيدي ربي، اذا اكرمك الله بفضل نعمة فان الله يحب ان يرى اثر نعمته عليك، فاصرف فضل نعمة الله عليك للخلائق شكرا لله على أن أمدك بهذا الفضل. شكرا لله، دير الخير يا صاحبي. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تاع أبو ذر قال له إيوا عندك الصحة، اعمل زيد وتصدق بنتيجة عملك. قال له فإن لم يكن قادرا على العمل ولا على الاكتساب؟ قال يدير الخير بلسانه. قال فإن لم يكن يستطيع؟ باش يدير الخير بلسانه. قال في التالي فليمسك، فليمسك زين لسانه فإن ذلك تعتبر صدقة عليه. قاع ما قديتش قاعد دير الخير، هذاك الفم خليه للدجاج. كان اللي ما يدير الخير ما يخلي الناس دير الخير، ما يديرش الخير ويمشي عند الناس يقول لهم اتقوا في ذاك، تمشيو تعطيوني فلوس الاخر غادي يدير الجبهه راه غادي ياكلهم. ما يدير الخير ما يخلي الناس يدير يمحق الخير. يا لطيف يا لطيف، هو الاصل فيك تدير الخير، ولا ما قديتش تدير الخير، راه الخير انواع. الخير اما تديره بفليساتك، اما بالعلم تعلم، اما بالجهد ديالك، اما بالشي اللي بغيت. كون نشوفوا هنا غير هاد القاعه نتاعنا شحال فيها ديال الخير، واحد جاب كرسي، واحد جاب كاميرا، واحد جاب قارب سكر، واحد جاب الماء، واحد عدل الكراسة، واحد جاب الميت، واحد عدل الضو، واحد غير هذا الخير اللي رحنا فيه. باش حتى وقع الخير سبقته خيرات، خيرات كل واحد راه دار شي خير. وفيهم واحد السيد مسكين واش مريض يقول ايش راه بيخربقوا هذا يا ربي، اي 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 بغاو يديروا لنا حنا شفت. ولذلك فإن مما ينور القبر اسمه فعل الصالحات. اسمع معايا الحديث نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وضع المؤمن في القبر، إيوا اسمع مزيان، ها جاءه ملكان فأتياه من قبل قدميه، فتأتيهم قبل القدمين صلاته وقيامه بالليل والأعمال التي كان يقوم بها بقدمه، كان يسعى لصلة الرحم ويسعى للإصلاح بين الناس ويخرج بقدميه لفعل الخير، فما يترك مكانا يمكن أن يتقرب فيه إلى الله إلا سعى بقدميه، فإذا بالخيرات التي قام بها بقدميه تأتيه من هذا الجانب فيقول الملك لأخيه لا سبيل لكم من هذه الناحية.
النور مشيت الرجلين. العمل الصالح ما خلاش يقربوك الملائكة اللي يسقسيوك. جاي يسقسيوك من هاد الجهة قال له لا ستوب. قائم في الليل برجليه يصلي لربي وفي النهار يجري برجليه الخير. غبر قدميه في سبيل الله. دائما تصيبون عام سيدي حاضر في المسائل الاجتماعية. عند الموت راه يعاونهم. عند السبوع راه يعاونهم. في الإصلاح راه تما. في ما كان شي خير راه تما مفتاح خير. ولذلك لما جاء الرسول صلوا عليه من غار حراء حينما نزل عليه الملك من السماء يرتجف يخاف على نفسه أن يكون الذي جاءه في الغار هو شيطان أو جني، قال خشيت على نفسي يا خديجة، فأجابت هذا الجواب فقالت والله لن يخزيك الله أبدا. علاش؟ إنك زيد لا تصل الرحيم. دائما حاضر. مازال عاد ما ولاش نبي قبل بالنبوة. إنك لا تصل الرحيم وتقري الضيف كريم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. كل شيء فعل مضارع، فعل مضارع الذي يدل على استمرار الحالة النبوية على فعل الخير في محراب الحياة كلها. فالخير ليس مقصورا أبدا في المسجد، ولكن الله جعل الأرض مسجدا وطهورا للمؤمنين فيها يتقربون إلى الله بكل الأعمال الصالحة. الخير لا قبل لكم من هذه الناحية. رجليه غبرهم في سبيل الله، ما حد باقي هذا الرجلين نجري بهم بالخير. عمرو واحد الخطوة ما نخطيها باش نمشي للشر. عمرو ما نمشي بالرجلية الكانتينة. عمرو ما نمشي الرجل ديالي نمشي للمكان تاع الزينة وتعبوا الدنوي. عمرو ما نمشي للرجل ديالي لشي مكان فيه نلعب القمر. عمرو ما نمشي بالرجل ديالي لشي مكان اللي نخطط فيه لضرب إخواني. رجليا نديهم دائما في المكان اللي يطلع فيه ربي. ولذلك ربي واقصد في مشيك، ليس اقصد فقط هو في الاعتدال، اقصد فيه الاعتداد وفي عودك القصد. اخرج وتحرك الى مقصود شرعي، فلا تخرجك قدماك من بيتك الا اذا خرجت تسعى عليهما لمقصود شرعي. واقصد في مشيك، المشي يكون قصدا لا في الكيفية ولا في المقصود. ما تكونش المشي نتاع المتكبر وتكون خارج نعم سيدي الخير. هاك ما كنتش قاعد متكبر وتمشي واحد المشي نتاع المتواضعين، ولكن خارج باش تمشي تزني. هذه هي اقصد في المشي. لا فيها الكيفية وفيها المقصود. فان كانت الكيفية ماشي مليحة نتاع المتكبرين يقول لك ولا تمشي في الارض مراحة وخرج غادي للخير. ولو كنت غادي تمشي متواضع ولك غادي تمشي لشي حاجة نتاع الاجرام راك غادي تمشي تعصي الله تعالى. الا مت على ذاك الشيء تموت على نياتي الخروج للمعصية والعياذ بالله. صافي ما عندك منين تفوت. افهمتوني ولا شنو فهمتوني؟ ريقل راسك قبل ما تخرج بالدار ديالك وتحرك رجليك. شوف فين راك تحركهم. شحال تاع المصايب كتوقع في الليل تقول له داوني رجليا. منين ما عندك ما دير والو برا اجلس في دارك قرا القران وصلي وروح تنعس ونعس بنية التوبة ونعس بنية أن تقوم لصلاة الصبح فنومك هنا عبادة. فيأتي الملك من جهة الوسط عند القلب فيقول لصاحبه لا قبل لكم من هذه الناحية، فقلبه زيد تفوح منها رائحة الصيام. صام قلبه عن الدنيا وامتلأ بحب الله وحب الآخرة. القلب ديالو عمر بالخير للمؤمنين، ما جايعش على الدنيا ويحضي الناس غير على الدنيا. دار فلان دار فلان دار فلان جيعان. فالغنى غنى النفس، فالله قد أغنى المؤمنين بالإيمان. وإن استقر الإيمان في قلب العبد عظمت الآخرة في قلبه وهانت الدنيا. على عكس اللي صام على الآخرة وفطر بالدنيا. قلبه معمر بالدنيا تصيبه دايما جيعان يمشي غير الدنيا. ما عندك منين تفوت هذا. هذا قلب ديال المؤمنين يحب الخير للناس. ها يقولوا روح لهم جهة الراس، روحوا صا
يسأله من جهة الرأس، بقى له غير الرأس. فيذهب الملك فيفاجئ صاحبه فيقول: وأيضا لا سبيل لنا من هذه الناحية، فإن رأسه يفوح منه القرآن. الله، العلم 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 العلم. هنا القصد القلب، وهنا القرآن العلم، وهنا الحركة الإسلام. هذا الجسد كل شيء واسمه كتلة نتاع الخير، رأس مليء بالعلم يوجه القلب لمحبة الله ورسوله والآخرة، فيدفعان الجسد ويحركانه في الحياة لفعل الخيرات. ايوا فين غادي يمشي الملك يقول له؟ ايوا ما عندكم منين تفوتوا له؟ لقنت حجتك يا فلان، انت لا تحتاج لكي تسأل. صح. نوم نومة العروس لا تضام، فيفسح له في قبره مد البصر ويستنير القبر، وتفتح له من أبواب الجنة ثقبا يأتيه منها ريحها وريحانها، حتى يقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، لما يرى من الكرامة التي تنتظره حين يقوم بين يدي الله في يوم لا ريب فيه. شاهد عنا الصالحات، إلا كنت درت بزاف الدفع عليك في القبر ما يوصلوش حتى يسألوك. فتنة القبر اللي هي السؤال يعفيك الله منها باش بكثرة الخيرات الصالحات. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رأى العباس عم رسول الله عمر فقال له: يا عمر، ما فعل الله بك في قبرك؟ وكيف راجعت رسول الله؟ يكون الرسول تاع القبر كدر. قال: جاءني فأجلساني، فقبل أن يسألاني بادرتهما: من ربكما؟ هو اللي يسألهم. الله، محمد بن هارون 40 عاما وهو يدرس الناس العلم في المسجد، فسقط عليه المسجد وهو يدرس الناس، فلما دفن رآه أحد تلاميذته فقال: ما فعل الملكان معك في قبرك؟ قال: جاءني فأقعداني كما روى رسولنا، فسألاني: من ربك؟ فقلت لهما: أمثلي يسأل عن هذا وقد قضيت 40 عاما أدرس الناس الدين؟ قال: فقد قال لقن الرجل حجته. فعاد 40 عام وأنا كنقري الناس في الجامع على عذاب القبر وتسقسيوني أنا؟ روحوا سقسيو شي واحد آخر. أي ثبات هذا الذي يعطيه الله لبعض عباده؟ أي ثبات؟ سبحانك ربي سبحانك، يثبتك ربي بالإيمان والعمل الصالح. الحديث آخر: حينما يستفيق العبد زيد في قبره يزيد، فيرى رجلا صاحب وجه صبوح يجيني، فيقول له: كنت أظن أني أكون وحيدا في قبري، فمن أنت؟ من هذا الوجه الصبوح الذي لا يأتي إلا بخير؟ شكون؟ ربي ربي على وجه على شي رفيق عندي في الجنة، أنا أحسن لي غادي نقول غير بواحد. شكون؟ قال له: أنا عملك الصالح، فأبشر بأفضل يوم ولدتك أمك، أنا عملك الصالح، فلا تحزن ولا تخف، أنا ندفع عليك في السؤال. أنا راني هنا العمل تاع الصالح ديالك أنا اللي غادي نتكلم عنديك، ما تكلمش انت. فيأتيه في صورة رجل، والعكس الله يحفظه ويستر. إذا كان العبد فاجرا غافلا حينما يستيقظ في قبره يجد وجها دميم الخلقة،
فيقول له: كنت أعتقد أني أكون وحيدا، فمن هذا الوجه الشرير القبيح الذي لا يأتي إلا بشر؟ فيقول: أبشر بأسوأ يوم منذ ولدتك أمك، أنا عملك القبيح، أنا عملك القبيح. العمل الصالح هو اللي نور القبر ياسي، إذا فعليك فأكثر منه. أعطوني الله يرحم والديكم إن شاء الله شي أعمال صالحة بسرعة، غير في هذه النقطة الثانية إن شاء الله اللي مهمة إن شاء الله تعال باش تنور القبر. ها حاجة الأولى واسمه هي الإيمان والاستقامة بصفة عامة على 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 الإسلام عقيدة، أيوة، وتوجها وسلوكا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا لا تخافوا على ما أنتم مقدمون عليه، لا تخف أبدا من الحفرة التي تدخل إليها فستكون روضة من رياض الجنة، ولا تخف إذا قمت من قبرك ليوم القيامة فسيظلك الله في ظل العرش يوم لا، ولا تخف إذا لقيت الله فستأخذ الكتاب باليمين وتدخل الجنة، ثم لا تحزن على ما تركته من أولادك فإن الله يحفظك في أولادك من بعدك لصلاحك. ما يخاف على الشيء اللي راه جاي وما يحزن على الشيء اللي فات، يعني بشرى تاع الاستقامة. ما تخاف ما تحزن، سبحانك يا ربي سبحانك. وهكذا هناك أعمال كثيرة، كل عمل إلا بإذن الله تعالى يكون لك في القبر نور. واحد الحديث طويل رواه الإمام أحمد، ولكن من بقيت أنا نشوف ذاك الحديث كنشوفه كيتكلم على أن الله ينتشلك بخصلة الخير إذا غلبت عليك من عرصات يوم القيامة، لكن يجيبها الناس يذكرها في الوقيت أنت من يتكلموا عن العمل الصالح الذي ينجيك من القبر. هذا الحديث هذا يتكلم فيه الحديث على أن الأعمال الصالحة الواردة فيه ينجيك الله بها يوم القيامة من حصرات وكرب يوم القيامة من القبر، لكن يجيبها في قضية القبر ما عليهاش. لكن الشاهد عندنا أن هذه الأعمال كلها تنور لك القبر وتنجيك من ظلمات يوم القيامة. وهذاك سيد النبي كيقول لك رأيت واحد السيد كان غادي يتهلك، فجاءه بره بوالديه فانتشله منه. بر الوالدين، اللي بغى ينور قبره بر الوالدين. الله، اللي يكون بر بالوالدين ديالو غادي يخاف ولا غادي يحزن ولا غادي رضا الله من رضا الوالدين. ورأيت رجلا احتوشته الظلمات من كل جانب فحدث المؤمنين فأبوا أن يحدثوه فأعرضوا وأشاحوا بوجوههم، فجاءته صلة الرحم فقالوا لا، فقيل لهم حدثوه وكلموه فقد كان وصولا للرحم، فصار الناس يتكلمون معه ويحدثونه بعدما كان يحس ويشعر بالوحشة. صلة الرحم، صلة الرحم الأحباب، كل اللي بدق مع أخوه ما عمره مثلا ما تصالحوش، وهو يعرف اللي زوج نتاع الخوت لو كان متصارمين لما تقبل الله منهم لا صلاة ولا فرضا ولا نفلة. فالحديث واضح، لا يدخل الجنة قاطع رحم، وإن الأعمال لترفع يومي الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل موحد إلا لأخوين متصارمين متدابرين متقاطعين، يقول الملائكة أو يقول الله للملائكة حينما يرفعون عمله إليه يوم الاثنين: ردوا عليهما أعمالهما حتى يصالحا. ويا ربي يا ربي فرق غادي يلي رقت على الرحم مع أحبابك يا خلا ترشرك في غادي تمشي. هذا الليلة اعزم على أن تصلح وانت اللي تبدي، عندك تغلبك نفسك وتقول واش ما احسن مني واش ما رسلنا. رسول الله جاء عنده قال له واحد: يا رسول الله ان لي رحما
أصلهم فيقطعونني، أحسن إليهم فيسيئون إلي، أحلم عليهم فيجهلون علي، أفأستمر على ذلك؟ قال الحبيب صلى عليه: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال لك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. صلة الرحم. ورأيت عبدا من أمتي احتوشته الظلمات فجاءته صلاته وقيامه بالليل فانتشلته من تلك الظلمات، فتحدث عن ذكر الله، وتحدث عن الوضوء، وتحدث عن غسل الجنابة، وتحدث عن أعمال صالحة كثيرة. الشاهد عندنا أن جميع الأعمال الصالحة وخاصة إذا كانت من الفرائض من الواجبات مما وجب على الإنسان أن يقوم به، فعليه أن لا يتأخر عن فعلها، فإن فعلها ينور القبر وينجي العبد من ظلمات يوم القيامة. فإن كان ينجي العبد من ظلمات يوم القيامة ووحشة يوم القيامة، فإن جاءه من ظلمة القبر ووحشة القبر من باب أولى. لذلك العلماء يدرجون في القضية انت القبر، وخا يتكلم عليه النبي يوم القيامة، لكن يدرجونه في مسألة النجاة من عذاب القبر. هذه زوج الأولى واسمية توبة من جميع الذنوب التي تكون سببا في عذاب القبر، والثانية أتبدلها باش بالأعمال الصالحة، بدءا من الرأس العلم والقلب تحب الخير، والجسد يتحرك لفعل الخير. اجمع حاسد بها الرأس العلم والقلب حب الخير للمؤمنين، والجسم يتحرك لفعل الخير، ولا ما قدرش يسكت ما يديرش الشر. الثالثة نقولوا له الثالثة واسموه باش نجي الله تبارك وتعالى معنا. نقول الثالثة، الثالثة واسموه، الثالثة واسموه، الثالثة واسموه، هي اللي راح نديروها الليلة. أن تكثر من ذكر القبر، فمن نسي ذكر القبر كمن نسي بيته، ولا ينسى بيته إلا أحمق. الأحمق هو اللي منين يخرج بالدار ديالو منين يجي يولي ما يعرفهاش، أو اللي يدوخ، أو اللي تلف له الأخرى. هذا هو الدار تاعك واش منين تخرج لا غادي تلف لها. كون يقولوا لك قولنا الدار ديالك واش فيها، تقول فيها 200 متر ولا 140 متر، لتحت داير الكراجات والفوق داير كذا وعندنا كذا. الدار ديالك نعم سيدي مصوره لك في الراس نتاعك، تستطيع ان تصفها لاي احد. فدارك التي تسكنها لوحدك وتبنيها بالعمل الصالح كان عليك ألا تنساها، لأن مكوثك في دار الدنيا يكون فقط لسنوات أو لأيام معدودات، أما مكوثك في بيتك الذي هو القبر سيكون طويلا وأقصر مدة تقوم اللي تسكن فيها إلى أن تقوم الساعة. جدود يدركوا شهرهم تما، شهر جدي راه تما عاش مسكين 70 وشهر في القبر ضرب، كان اللي راه 200 عام، كان اللي 300 عام، غير من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راه 1500 عام. اللي عاشوا سيادنا جدودنا صحاب رسول الله راهم 1500 عام وما كاين مازال، رحنا عايشين احنا ورحنا مجتمعين في العيون ورحنا نتكلموا ورحنا وين وين وين، ومازال راه عاد يقول لي راسي راك غادي تزيد تعيش وراك غادي كذا، ومازال 1500 عام. وقبلوا شحال؟ صحاب القوم ديال عيسى 1900، والقوم تاع إبراهيم آلاف السنين، وآدم ملايين السنين، ومازال راهم عاد ساكنين في الدار ديالهم اللي هي القبر. أرشا والعظام ولاو تراب، ومازال ما ناضوش يوم القيامة. إوا تنسى هاد الدار التي يطول مكثك فيها، هاد الدار تاعي وشحال وتجري ودير الريبة دير الانتيريس باش تبنيها، وتبقى تبني العام سيدي بالحديد، وتقول للسيما ديال 45 اخلا ضرشر متل متل متل، وانت تجلس فيها نهار ولا كاين اللي كاع ما يسكنهاش، كاين اللي يبنيها وغدا منين صباح يسكنها مات، شحال من واحد ما يدخلهاش كاع، مشى للدار الاخرى ويقول له متل متل امتل،
سيدنا نوح من اللي دخل عليه ملك الموت باش يقبض له الروح 950 عام وهو يدعي لسيدي ربي. قال له كيف وجدت الدنيا؟ قال كرجل بنى بيتا له بابان دخل من باب وخرج من الأخرى. قال له كيف تقول يا نوح في قوم عمر أفراده بين 60 و70 وقليل منهم من يجاوز ذلك ومع ذلك يبني أبل حديد وكذا؟ قال لو كنت فردا من تلك الأمة لسجدت في قبر الذي أحفره سجدة واحدة حتى يأتيني أمر الله. اسمه يستلعب السجد وزان احفر قبري وسجد فيه. اسمه يستلعب كان فينا اللي ما يوصلهاش 20 15 14 كان 3 سنين كان اللي ما يزيد. واسمه يدني بحل لك نومة نعس وصح نايم. إنكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. صاف هالشي بحل رحنا النوم والحقيقة واسمه هي المروح هي المروح. فأكثر من ذكر القبر. قال العلماء من أكثر من ذكر القبر لان قلبه وشفت روحه ورغب في الآخرة فوجد القبر روضة من رياض الجنة. ومن غفل عن ذكر القبر قسى قلبه وجف إيمانه وطال أمله فوجد القبر حفرة من حفر النار. فأكثروا من ذكر القبر كما أمركم رسول الله أن تكثروا من ذكر الموت. سيذكر شوية القبر ومن علامات الساعة. قال لك الناس ما تبقاش تحدث عن القبر. من علامات الساعة الناس تكون مقبلة على الدنيا ولا ينغي يشري بيع طلع هود كذا 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 والقبر قاع ما يتكلموش عليه. تشوفهم يمشيوا يدفنوا الموتى وما يضحكوا. تشوفهم يمشيوا للقبر وهما ياكلوا. عمرو شفتوا شي واحد ياكل في المقبرة؟ إذا رأيتم الرجل يأكل في القبر فذلك دليل على موت قلبه ولا يأكل الطعام في القبر إلا منافق. قال العلماء يا لطيف يا لطيف. احنا القبر اليوم يمشوا في ما يسكروا ويبيعوا ويشريوا وكان اللي يمشي تما يزني في المقبرة مع الموتى. عندنا في سيدي محمد الراجل مع المرأة ضبطا يزنيان وسط القبور. الله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا الدرس هذا داخل في هذا الشيء. تذكير بالقبر داخل في هذه المسألة. تذكير الناس بالقبر ليستعد له بالعمل الصالح. الرابعة إن شاء الله قال لك راه الوقت من ومن بعد نكملوا عاد. والرابعة إن شاء الله تعالى الرابعة اللي تعاونك إن شاء الله باش القبر يكون روضة من رياض الجنة. قلنا في الأول توبة، ثانيا العمل الصالح، ثالثا كثرة ذكر القبر، رابعا واسمه زيد رابعا واسمه زيد يا سيدي أن تسأل الله أن يجيرك من عذاب القبر. يقول الرسول استعيذوا بالله من عذاب القبر. سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. تعوذوا بالله من عذاب القبر. أعوذ بالله من عذاب القبر. أعوذ بالله من عذاب القبر. يا رب نجينا من عذاب القبر. يا رب نجينا من عذاب القبر. يا رب نجينا من عذاب القبر. ما نقدروش يا سيدي ربي. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دارنا واحد السنة في التشهد في الصلاة. كنك صلوا على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. تعوذ بالله من هذه الأربع في الصلاة المكتوبة وفي الصلوات النافلة بعد تمام التشهد في كل مرة يتشهد الإنسان وجب عليه
أن لا ينسى هذا الدعاء أبدا. دارها الناس سيدي النبي في الصلاة، حتى لا ننسى القبر أبدا. نجينا من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن الفتنة نتاع الحياة والممات. واسمو هي الفتنة ديال الحياة الوقت؟ واسمو هي الفتنة ديال الحياة؟ واسمو هي الفتنة ديال الحياة؟ يقول اسمو الفتنة ديال الحياة؟ الفتنة الكبيرة ديال الحياة واسمو هي؟ ملي تنسى سيدي ربي وتنسى الدين. كاين شي فتنة قد هكذا؟ والفتنة نتاع الممات هي منين ينسيك ربي لا إله إلا الله. الله يستر يا رب. ومن فتنة المسيح الدجال اللي غادي يجي في تأخير الزمان. فقارن النبي بين هذه الفتن الأربعة، فتنة عذاب النار، وفتنة عذاب القبر، وفتنة المحيا بنسيان الدين، وفتنة الممات بعدم الثبات عند الممات على كلمتي التوحيد، وفتنة المسيح الدجال الذي يأتي في آخر الزمان ليفتن الناس عن دينها. له جنة ونار، جنته نار وناره جنة. سيد يا ستار، هذا النهار تكلمنا على أربعة. منين يكون شي موت خر، لعل الميت يكون العبد هذا، منين يكون شي ميت وحيانا ربي ليه وحضرنا، نزيدوا في الدرس القادم نتحدث عن بقية الأعمال التي يقوم بها لتنوير قبره. اليوم ذكرنا واسمه، ذكرنا أربعة واسمه ما قول له ولا واسمه هي التوبة، ثانية معنى الصلاة، ثالثة ذكر القبر الدروس وتعرفوا، والرابعة الدعاء أن تسأل الله أن يجيرك من عذاب القبر. ومن بعد نتكلموا عن المسائل الخمسة والسادسة والسابعة والثامنة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فهنالك من الأسباب التي ينجيك الله بها من القبر مباشرة سنعرفها في القادم. شكرا لكم.